جينا مهانة نفس الشيء، ما لقيناش الأمان، الناس ماتت، الأطفال ماتت، اللي اتقطعت قدامنا الناس، إحنا قاعدين هنا يا غافل إلك الله، ليش يخسفونا وإحنا ناس أبرياء؟ إحنا لو ماسكين بواريد ولا ماسكين سلاح ولا مش عارف إيه، إحنا بنفتلش فيهم، إحنا قاعدين أمان لولا لينا ولولادنا، إسرائيل أقوى من الدول الأوروبية كلها، ما حد قادر يقف عليها في وجهها، ما حد قادر يوقفها عند حالها. مش للدرجة هذه إن إسرائيل صارت هي الدولة العظمى في العالم، يعني إلا يكون في حد يضغط عليها. هذه ما حدش يطلع من غرفة جروبات، وهذا ما حدش يطلع. هو اللي صار، هو اللي كان بيموت وأولاده. تعال أي الزلمة، الزلمة مرحبا يا حبيبي.